متاسف بهذه الفاجعه هذه ديال العافيه اللي كتشعل اللي شعلت لنا يوم الخميس بالضبط ليله دي بوان كلها كنت كيشعلوا فيها باش تهيج العافيه باش تهيج العافيه باش زعما ما حتى الا بغيتي تحبسها ما تلقى كيفاش تحبسها. الحمد لله حنا بالامكانيات اللي عندنا ديال التاكسيات والبوطات ديال الماء والناس والمطافي الناس ديال المطافي والسيد القائد كان اتصلوا به وكيعيط لنا المطافي القائد ديال داز موحد السي مصطفى الصناجي اللي كان عيطوا عليه وكيعيط على طيسوني على الناس ديال المطافي وكيجي دغيا كاع اثبتوا المطافي ديال البومبيات ديال الاقليم جاو عندنا لهنا. الضيعة اللي فيها كاين واحد الضيعة ديال اللي فيها البنان اللي مغطيه بالبلاستيك غتكون فيها واحد فوق من واحد 30 هكتار ديال سميتها ديال البنان اللي مغطيه بالبلاستيك. وكاين الليمون هادشي ديال الحواميض وفي نفس الوقت هادشي ديال الخضار هادشي ديال الخضار هادشي ديال الحبوب اللي هما تا هما شعلينا العافيه في الحبوب اللي هي القمح اللي دابا واقف على الحصاد اللي دابا هو يابس داك الشيء الا مشات تطلق فيه العافيه صافي ما تيد غادي تشدها. اجمالا كيف واحد الرقم غير تقديري كتقوموا بالنسبه للخساره اللي انا خسرتي بزاف. هاد الشيء اش غنقول لك هاد الشيء ما اش غتحسب فيه صعيب باش تحقق هاد الشيء ولكن حنا غا هاد الشيء ديال الناس واحد 300 ديال الناس ولا 200 ديال الناس كيخرجوا وتيتعذبوا من الجوج ديال الليل حتى للصباح هذاك الشيء غاه بوحدو راه ماليه ثمن عاد نشوفوا الماديات ديالنا حنا. هاد الشيء اش غنقول لك هاد الشيء ما نقدرش نحصيه. قل من هنا انتقلت العافيه من هنا لقينا مشوا للكناسيس شي 5 النقاط زرناها. اي بالنسبه للكناسيس دابا حنا كنقولوا للكناسيس الكناسيس عندنا الضائعه ديال الكناسيس اللي كاينه اسميتو وقلنا زعما اسميتو في الكناسيس واحد شويه في واحد الليله في نفس الوقيته هو يتنقلوا من الكناسيس لتازموت غادي تكون واحد 6 كيلومتر وفي نفس الوقت كلشي شعلت العافيه. اذا هذا الشيء علاش كنقولوا هذه عصابه اللي كتشعل العافيه وكنطلبوا من الجهات المعنيه تحقيق فيحققوا في هاد المشاكل هادو ديال هاد العافيه ويحققوا في هاد الناس. كاين شي الناس المشتبه اللي شكينا فيهم اثبتوا قيدناهم عند الجندارم وتنطلبوا باش يحققوا معاهم شاكين فيهم ماشي عند عليهم اثبتوا يحققوا معاهم مزيان حيت هاد الشيء صعيب. هاد الشيء صعيب علينا وصعيب على حتى الساكنه اللي كيشكل اثبتوا انت كتشوف الناس راه كاينين اسميتو الضائعات وهاد الضائعات اللي كيعيش فيها واحد ما يزيد من واحد 300 عائله اللي عايشين هنا خدامين هنا ديال المنطقه ولاد المنطقه وهذا الشيء اللي ضاع الا ضاع كنضيعوا كاملين ماشي غير حنا بوحدنا ما حنا غير سبب حنا غير سبب اسميتو كما قال الله سبحانه وتعالى قال لك ارزق عبدي عند عبدي ارزقهم كاع عندي حنا غير كنديروا السبب وتنطلبوا من الناس المعنيه والناس المسؤوله على هاد اسميتو باش يتدخلوا في هادشي يجينا واحد الوقت هذاك الشيء ويديروا البحث ان شاء الله باش نوقفوا هاد الفجعه هادي. وبالنسبه كنطلبوا من السيد العامل حتى هو باش يتدخل في هاد القضيه هادي اللي هي هاد الفجعه هادي اللي هي ديال هاد العصابه اللي هي عصابه ليليه كيشعلوا العوافي في نفس التوقيت. والمهم كاينه العافيه الاولى كاينه في شهر 9 وعاوتاني دابا وهاد السيمانه كامله كيشعلوا العافيه يوميا بالليل. كنطلبوا من السيد العامل حتى هو باش يشوف يدخل في هاد القضيه هادي الله يجازيه.